شكرا. وانا متخيل روحي غلطت في الفقره رانيا حمزه كي قلت بشكل من مذيع. يعطيكم الصحه بالحق مرحبا. والله، ما يدوم في الويد كان حجره بعد حجبه في الاعلام، كما المار جعل الاعلام التقليدي معناتها هو اللي قاعد يغطي ويدعم باقصى امكانياته. انا مرحبا بعد اهلا. قولي غدوة اي تفضل. وي عضوه في لجنه التنظيم، عضوه به يعني احنا كنا برشا نسيب. فوالا به الو غدوه المسيره الساعه نبداو متفاهمين مع، قالوا لي جماعه في الكواليس قالوا لي مع حبنا الكبير للرجال، اما راهي غدوه مسيره نتاع نساء تونس هكا ولا لا؟ تفضل احكي لنا على المسيره غدوه. بالضبط حمزه، هي مسيره نسائيه صامته زاده، من نساء تونس الى نساء فلسطين، وسميناها حطي قلبك على قلبي يما، وهي جمله حرقتنا يعني، قالتها ام شهيده فوق جثة بنتها الله يرحمها اللي اغتيلت يعني على يد الاحتلال الغاشم. فمنها هي بديت الحكاية الكل، ببادرة من صديقتنا فاتن عبد الكافي رئيسة جمعية بيبي تونسي، لمتنا الكل وقالت لازمنا نتحركوا ونفتحوا بهالحرقة اللي قعدت في قلوبنا، لأنه كما نعرفوا الكل النساء بشكل عام أو بشكل خاص خليني نقول، كان لازمنا نكملوا نمشيوا الحياة في خدمنا وفي ديارنا وفي كل شيء، وإحنا نتفرجوا إحنا تحت وقع هك صدمات اللي عشناها الكل نساء ورجال. لكن وصلنا لمرحلة يعني وكأني نقترف في ذنب خطير وقت اللي نطيب لأولادي، وقت اللي ثم صغار أمهم قالت عليهم الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. كنا في غلمة معناها، وفي في في مشاعر خايبة وفي كبت كبير ومساحات ضيقة ضيقت علينا أكثر، وحبينا هكا نتلموا كتف بكتف ونحطوا بالحق قلبنا على قلبهم بتعبير عمومة حتى بالقليل اللي نقدروا عليه. والحمد لله العدد التوى افتراضيا نحكي لك يعني نتاع المشاركات هو حوالي 1000 امرأة بشرائح عمرية مختلفة، خلفيات اجتماعية ثقافية مختلفة، وهذا اللي حابين عليه، لأن احنا الكل المنظمات نتاع المسيرة بيدنا مختلفات جدا، حابين تكون يعني رمزية قوية من حيث يعني كما وكيفا، خاطر الكلنا التونسة والتونسيات تولدنا وكأنه عنا زوز أوطان معناها تونس دبت وفلسطين، وحابين الصورة هذه توصل والرمزية تخلق. وحشمنا وقت اللي شفنا بعض النساء في مثلا في اسبانيا او اللاتينيات وغيرها خرجوا باعداد كبيره، قلنا احنا احق واقرب احنا اولى احنا هذيا. وهو كذلك واتمنى ومن خلال مداخلتك ومن خلال التغطيه والتداول حول الخبر ان نكون غدوه اكثر من 1000، اكثر من 1000 بكثير من نساء تونس. نقطة اللقاء باش نحب نكونوا عمليين جدا هنا، كيفاش باش يتم التنظيم؟ خاطرني قريت بلاغكم والحق اللي نحييكم عليها انه نظام كبير ياس اللي تحكيوا عليه، ان شاء الله تكون بهذه الصورة باش الصورة تذهب للعالم وتذهب لنساء فلسطين. غدوة اللقاء ولا التجمع أين سيكون؟ أي غدوة نص نهار، نهار السبت نص نهار بساحة حقوق الإنسان شارع محمد الخامس، الاتنارات اللي عطتونا السلطات المحلية نمشيو على شارع غانا وشارع باريس وصولا إلى المسرح البلدي في صمت نحترموا فيه، نحترموا صمت لإعلاء صوت الضحايا خاطر باش نسمعوهم هما في مكبرات الصوت. هذه ما فهمتهاش، قلتوا احنا صامتين صامتات وباش نسمعوا صوت الضحايا في دي زو بارلور مكبرات صوت، شنو هي صوت الضحايا باش نسمعوا؟ شنو باش نسمعوا؟ العاملين تسجيلات يعني محترفه جدا تسمعوها غدوه على فيهم اسامي للشهداء الكل خاطر نحكيو على الاف، باش نسمعوهم خاطر ما خذوش حقهم خاطر دفنوا اشلاء وخاطر ضاعوا في الاشياء هذه الكل، باش نسمعوا اساميهم باش نسمعوا والديهم وجيرانهم يحكيوا عليهم بصواتهم هما، احنا باش نسكتوا ما عاد فما حد شيء يبلغ اللي نحسوا فيه، خلينا نسمعوهم هما وباش نرفعوا شعاراتنا ومطالبنا كتابيا. وثم دي تابلو وكانهم بين ظفرين دي تابلو تشوفوهم في اثناء المسيره في صمت ايضا، وقت اللي نوصلوا في حدود خلينا نقولوا مساعتين للمسرح البلدي باش نحطوا عم نعملوا حركه اخرى رمزيه وتضامنيه باستعمال احذيه اطفال على يعني الدروج نتاع المسرح، ثم نفس الاحذيه
باش نعطيهم هدية لأطفالنا في غزة اللي دخل عليهم الشتاء وما معناتها في وفاة حالة عورات. إنسانية. أي حفاة عورات إكزاكتومون. هذاك علاش يا حمزة ندعي كل النساء اللي باش يشاركوا والرجال أيضا اللي يحبوا يضعفوا لنا بسبابة في حالة لائقة جدا كما اللي تليق بولدك وولدي، تليق بولدنا في فلسطين وبنتنا. مقاساتهم من 19 ل 36 يجيبوهم معهم في ايديهم، ورانا باش من بعد نوصلوهم عن طريق الهلال الاحمر التونسي لاطفالنا غاديكا ان شاء الله. يعني نحوصل هذه سريعا، سباب تراو يا صبات جديد يا صبات لائق. ها يا صبات جديد ما يسالش، يا صبات لائق باهي تاع كما قالت توا بالضبط هنا تاع صغيرك اللي هو صبات كبر عليه مثلا ولا غيره، ولكنه مازال به ها معناه مازال شد روحه مليح. هذوما باش يهزوهم الامهات غدوه باش يبداو حاملينهم وباش يعملوا حركه رمزيه كي توصلوا للمسرح باش يحطوهم غادي تعبيرا على هؤلاء الاطفال اللي المقصوفين من الاحتلال الاسرائيلي. هذه الفكره بالضبط بيه؟ بالضبط. ثم نهديوهم للاطفال الاحياء لان احنا نحبوا الحياه تستمر كما هم يحبوها تستمر غادي كذا دون تهجير ودون استهداف للاطفال والخدش من اللي في كروشات امهاتهم. وهو كذلك. ثم عندكم يظهر لي حتى في الالوان المشاركات في المسيره فما طلب تطلبوه من المشاركات في المسيره هنا. اي طلب بكل ود معناتها انهم يلبسوا بالابيض ولا بالكحل باش اللي تابلوه الاخرين يظهروا معناتها وسط المسيره. وايضا لرمزيه الالوان هذه في الشرق يعني الوان الحداد والامل ايضا. الحداد والامل، الابيض والاسود، الامهات الكريمات غدوه اللي يحبوا يشاركوا لابسين يما بالابيض يما بالاسود، الرمزيه نتاع الامل والحداد، وزاد كيف كيف خاطر باش يهزوا شعارات باش ما تتلخبطش الالوان بينات بعضها وتظهر هذه الشعارات. ما نعرفش كان فما تفصيل اخر تحب تضيفه هنا باش نجيك مختار، فماش تفصيل اخر؟ نحب تجيونا بكثره ونحب الاعلام يساندنا في هذا لان باش نعملوا يعني تمثيليه للقطاعات للمهن الكل اللي في الخطوط الاماميه ومنها الاعلام. يعني اذا كان ثم صديقاتنا الصحفيات اللي عندهم دوسار مثلا بريس يلبسوه ويجيو به كان باش يغطيه ولا كمشاركات، الطبيبات يلبسوا طبليتهم، كل القطاعات هذيا المحاميات ايضا يعني كل الحرفيات المهنيات كل اللي عندهم زي يعبر على المهنه نتاعهم بالضبط. وحتى نسينا اللي كيما نسى غاديكا اللي ماتوا هما قاعدين في سبيل صالتها ولا قاعده تطيب في كوجينتها، حبوا التمثيليه لكل كل الفلسطينيات. نحب نقول لهم رانا حاسين بكم، رانا معاكم، رانا من كان الارض هكا تتحللنا ونلقى روحنا حداكم. ما نجموش للاسف يعني وتلك حدود الجغرافيا والواقع وكل شيء، لكن خلينا نوصلوا على الاقل بصوره قويه برشا، وراهم برشا احنا في علاقه بهم غاديكا من مختلف المهن والفئات فلسطينيات. قد ما في تونس نجم نقولوا سي بربي شنو باش تعملوا بها الحركه هذه، شنو باش تغير، قد ما هما ينتظروا فيها والصفحه نتاعنا شاهد على هذا، قاعدين يكتبوا. صحيح. برافو هنا. يقعد معايا مختار تعليقا على هذه. حبيت نقول لهنا فعلا شكرا يا هناء، ومن خلالك بربي تحيتي الى نساء تونس في مسيره. انا كن راقا لماذا اخترنا الصمت؟ هذا الصمت باعلى الصوت، هو صمت ولكنه ناطق. الرسالة ستصل إلى العالم من خلال مسيرة نوعية، والمسيرة النسائية التونسية تكون نوعية، تكون مختلفة من خلال الإبداع والخيال الموجود في تصور هذه الحركة الرمزية، لأن الحركة الاحتجاجية بشعارات مرفوعة باهية مقبولة مطلوبة، ولكنها ليست أمضى وأبقى من رسالة رمزية بهالشكل اللي كنت تحكي عليه الآن هنا، انطلاقا من ساحة حقوق الإنسان في محمد الخامس، مرورا بنهج غانا، نهج باريس، ووصولا إلى المسرح البلدي وقبالة المسرح البلدي. مسيرة نسائية نوعية، سنكون جميعا في المتابعة طبعا، ونرجو أن تكون ثم تغطية أيضا إعلامية تليق بهذه الحركة الرمزية من خلالها توصل رسالة نساء تونس إلى كل العالم.
الأم الفلسطينية، الطفل الفلسطيني موجود في هذه الحركة. شكرا لك هناء، وشكرا لكل نساء تونس على الفكرة، على الخيال، على الإبداع، على الاختلاف في هالتحرك النوعي. غدوة نص النهار الشارع محمد الخامس تلقاو فيه هو ساحة حقوق الإنسان، غادي ينطلق التجمع. مشيو بكري شوية باش تلقاو تحطوا الكهرباء، كان مش مشيو في الكهرباء وتكونوا في الموعد عند الانطلاق نص النهار من غادي توجها نحو المسرح البلدي، لابسين في الابيض والا في الكحل، واللي نجم عنده صبيبه في ديه نتاع وليد ولا بنيه صغيره من 19 ل 36 التاي الصبات به، باش من بعد ذاكم نتبرعوا بهم. يمشي الهلال الاحمر، يمشي الهلال الاحمر ومنه الى الهلال الاحمر الفلسطيني. الفلسطين. شكرا جزيلا هنا طرابلسي، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. في مسيره غدوه، وان شاء الله هذه الرسائل انا متاكد انها ستصل جميعها وستكون المشاركه غدوه معتبره. كلم المدير. بعد لحظات الموعد مع سلاك الوحلين وصاحب المهمة مجاو الاثنين في علاقة بالتيران متاع سوسة وفي علاقة بالأنفاق متاع حماس والروايات الهشك بشك متاع جيش الاحتلال. بعد لحظات راجعين.